ممكن العبايه تبقى شيك قوي بس تتلبس غلط فتضيع جمالها. ده كتير بقى بيحصل هتيجوا كده. نشوف تعالوا بقى. بقى نشوف. شوقتنا نشوف حاجات رمضان. يلا بينا. انا يلا شايفه اول موديل. اول لون شايفه لون قوي هيدخل علينا دلوقتي. انستازيا يو ويلكم. يلا مش معانا ده. الله. فوشيا. الوان هي جميله. الوان مبهجه ومفرحه ولذيذه علي عايزه اسالك بقى، يعني مثلا هي دلوقتي اهو مش محجبه، مش بطرحه او اشاره او حاجه، لو موديل زي ده مثلا ومحجبه، انت مثلا بتشوفي مثلا الطرحه لازم إشارب. تبقى ازاي؟ هي لازم تبقى شارب ساده، اما اوف وايت لا اما بيج، ويبقى مثلا لورا اكتر احلى ولا لقدام؟ على حسب ما هي بتلبس بقى، يعني على حسب كل محجبه طبعا وليها ستايل في لبسها. ممكن تربطه سبانيش، ممكن تربطه زي ما هي لابساه، ممكن تربطه زي ما منى لابساه. في بقى اول مره اعمل دي على فكره، بس يعني حلوه قوي بقى من الصغير. بس حلوه حلوه فعلا. في ناس بتحب تربط الصغير. انا في العرض عامه لما بنيجي نصور كولكشن انا لازم تبقى فيها عينيك، انا لابساها وبربطها لورا. في عبايه برضو على بنطلون. كلهم على بنطلونات. ودي برضو لو محجبه هتلبس البيز من تحت اوف وايت او من تحت ذهبي. اوف وايت او ذهبي او بيج او دريس، لان في ناس طبعا ما بتلبس بنطلونات خالص. فبتلبس البيزك الدريس، فممكن كمان تلبس تحسين مع الطرحه تبقى هتاخد لون بقى من درجات اللي هي الزيتون. ممكن جولد، ممكن جولد اسود مثلا، او الروزي ده روز جولد. يعني دي الوانها كلها زيتوني في بيج في اوكسيدي، فهي ممكن تاخد درجه من الدرجات دي وتتلبس عليها. طب ايه اكتر الـ يعني ايه لون مثلا؟ طبعا الاسود دايما معروف ان انا ما بحبش الاسود. لا ابدا. ده انت اول ديزاينر ما بتحبش الاسود. انا من الديزاينر المعروفه ان ما بنزلش اسود. لا نادرا لما انزل اسود. بس الاسود ده طبعا يليق عليها، بس مش كل الناس. لا يعني ما بحبوش. انا بعمل زيها كده. واول ما احط اسود على وشي لا، انا البس اشاره اسود عشان يعني بحب الشكل الاشاره الاسود عليا. انما كلبس اخر حاجه ممكن افكر فيها. يا نهار ابيض. اخر حاجه، اول حاجه بفكر تعلميني الموضوع ده ريدا. اول حاجه بفكر فيها اوف وايت وبيج. اول لونين اساسيين. البيج ده حلو قوي ده. الله، مع الالوان مبهجه جدا. دي كلها كلف هندي. وبعدين عليا يعني بعدين بقى. بعدين هو مناسبه جدا ان انت تلبسيها محجبه او مش محجبه. طبعا ده تحفه. دي كلها هندي بتجيبي حاجات. دي كلها كلف هندي. انا بقى اللي مصمماها هتتعمل ازاي في الديزاين بتاع الكم والصدر. ودي برده كلف هندي كلها. بس احنا عندنا الحاجات دي في المصر، في الصناعه المصريه موجوده في المصري. بس بس الهنود معروفين، بس الهنود يعني قوي معروفين. لو انت زنقتي في السوق يعني دلوقتي استيراد صعب طبعا. لا انا بشتري مصري. انا كل انا شايفه زي ما يكون في حروف لغه عربيه. دي كلها حروف عربي. جميله. بس انا عايزه اقول لك برده حاجه، هي يعني في السوق المصري طبعا خامات كتيره بنشتغلها. بالظبط. بس بداية. حاليا دلوقتي المستورد عشان انت تبقي حاجه سبيشال قوي في شغلك وتبقي حاجه مميزه، فبتجيبي اكتر حاجه محدش ممكن يتسجل بيها. صح، ممكن تصدريها كمان. بس كده. طب ايه اكتر حاجه عليا بتظهر العبايه قوي؟ يعني في ناس بتعتقد ان الحزام، يا ساعات بقى الشغل كله في الحزام بيلم الوسط، وخصوصا لو يعني هي شويه صغننه كده فبيلم الوسط بيخلي الشكل حلو. مش كل يعني انا اتصور ان الفوشيا الاولانيه اللي دخلت لو عليها حزام، هي ليها حزام من ورا شده. اوكي. وبعدين انت لو لبستي حزام انت كده هتضيعي موديل اللي هو من ورا السارل من ورا. لا ما هو الحزام هيبقى تحت. ما هو انت برضو لازم ناخد فكر فكره. لا ما هو انت فكري ان انت من ورا اوريدي عامله شغل كتير في العبايه. ايوه. في هنا تطريز من العبايه من اللي هو داخل ورا. أيوة. لو حطيتي كمان الحزام انت العين لما هتيجي تشوف تبقى حاجات كتيره قوي. طب عليا انت بتعملي، انت بتقومي عامله كولكشن وبتعرضيه، ولا بيتعمل حاجات مثلا سبيشال اوردر ناس يعني شغلك؟ لا انا في كل يعني كانت دايما دعاء فاروق تقول لي ايه، انت بتشتغلي 360 يوم، 360 ما شاء الله اوتفيت. فانا كل يوم بنزل اوتفيت انا بلبسه وبعرضه بلس الكولكشن. ايوه. يعني الكولكشن ده بيبقى مكون من 10 قطع. 10 قطع دول هم دول اللي انا بنزلهم يبقوا التوب بقى. وبعد كده بنبدا ننزل كل يوم جديد. انت بقالك كام سنه يا عليا؟ بقالي 10 سنين. ما شاء الله.
لا بقى يعني تعبتي على اسمك ده عشان تعملي اسم كويس في وسط زحمه السوق. ما هو ده فعلا الفكره في كده، ان دلوقتي ان انت عشان تبقي لسه متواجده فدي حاجه صعبه جدا، عشان بقى تبقي متواجده لازم تبقي مميزه. صحيح. فبياخد منك وقت طويل جدا. بس الاونلاين ساعدك اكيد صح؟ طبعا طبعا، يعني كله بقى خلاص اونلاين دلوقتي. هي السوشيال ميديا اساسا دلوقتي مجرد ما بتعرضي عليها الشيء ولو حاجه مميزه وحاجه مقبوله للناس طبعا بتبقى حاجه حلوه.